علي العرادي النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني. برحب بحضرتك معنا دكتور علي، أهلا وسهلا. مساء الخير وشكرا كذلك أستاذ الأبناء على هذا الاستضافة. مساء النور، اهلا وسهلا بحضرتك. علاقات متميزه بتجمع مصر بمملكه البحرين، وكان ده واضح النهارده من خلال استقبال الرئيس والمباحثات الثنائيه اللي تمت. تعليق حضرتك على الزياره، اهميتها وتوقيتها. شكرا جزيلا مره اخرى استاذ. طبعا بدايه مما لا شك فيه انها زياره مهمه، اذا ذكرت لي لتعميق العلاقات الأخوية، فهذه العلاقات التي تربط مملكة البحرين وجمهورية مصر العربية علاقات قديمة وتاريخية وتميزة، ويعني وهذه العلاقات بطبيعة الحال تدفعها دائما إلى الأمام. ولكن أتصور بأن أهمية هذا اللقاء وتوقيت هذا اللقاء، خاصة يعني في ظل ما تمر به المنطقة من تطورات وكذلك من تحديات ومن ظروف صعبة بشكل عام. في البحرين دائما ننظر الى 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 هذه الزياره في اطارين. الاطار الاول هو التعاون والتنسيق الدائم بين قيادتي البلدين من خلال اجراء هذه المحادثات وتعزيز العلاقات السياسيه والاقتصاديه وغيرها. ولكن ايضا المنظور الاخر طبعا هو منظور التشاور، خاصه وان يعني لجمهوريه مصر العربيه مكانتها الكبيره باعتبارها يعني الدول من باعتبارها الدولة الحاضنة للعروبة، وبالتالي عندما نتشاور نحن في مملكة البحرين مع جمهورية مصر أعتقد بأن هذا شيء يعني يعزز التعاون، وكذلك في نفس الوقت يعطينا فرصة أن نثمن دور مصر الكبير في دعم واستقرار المنطقة. ولا ننسى أبدا يعني ما قالته القيادة المصرية بأن أمن البحرين وأمن مصر هو أمن واحد. كذلك إذا سمحتي لي أود أن أبارك كذلك إلى فخامة الرئيس الفتاح السيسي، منحه اليوم وسام الشيخ عيسى، وهو وسام يعني وأعلى وسام تمنحه مملكة البحرين، ومنح يعني فخامة الرئيس الفتاح السيسي هذا الوسام لدوره ولدور مصر أيضا المتميز في تعزيز الوحدة، وكذلك في تعزيز القضايا العربية في مصر وعلى المستوى الإقليمي والدولي. دكتور علي، وحدك بتسمن الدور المصري في المقابل في تقدير للدور البحريني في كتير من الملفات، ولعب دور الوساطة فيما يتعلق بأزمات عدة، ويمكن احنا بنتذكر هنا اللقاء المهم والزيارة المهمة لملك البحرين قبل القمة العربية في القاهرة، ويعني ما لها علاقة بالمملكة العربية السعودية، الملف اليمني، كتير من الأزمات زي ما أشرت في المنطقة. واحنا بنتكلم على توقيت الزيارة وعن أمن الخليج وعن الدور الإيراني وعن الملفات اللي ما زالت يعني حتى هذه اللحظة ما فيش حل سياسي واضح ليها على الأرض، بنتكلم على اليمن، بنتكلم على سوريا، على ليبيا، التنسيق والدور المتوقع اللي هيحصل من خلال القاهرة ومن خلال دول الخليج بعد هذه الجولة. شكرا جزيلا. طبعا يعني البحرين يعني لها يعني باع طويل في تعزيز ودعم التنسيق العربي، وخاصه يعني في القضايا المتعلقه بامن المنطقه. البحرين لها دور كبير كذلك في، ومصر يعني مصر والبحرين اتصور يعني من اكثر الدول التي يعني طلعت في موضوع مكافحه الارهاب الدولي، وكذلك ايضا مكافحه الارهاب في وحمايه دول المنطقه وشعوبها من اي اعمال تحريبيه او تدخلات، ومن ضمن هذه التدخلات بطبيعه الحال يعني ما تقوم به جمهوريه ايران في المنطقه، سواء في بشكل مباشر يعني في دول مجلس التعاون او بشكل مباشر في اليمن وغيرها. ولله الحمد رؤيه يعني البلدين على مستوى القياده وعلى مستوى الشعب كذلك رؤية واحدة بأنه يجب أن يكون هناك تحجيم لهذا الدور الإيراني، وأن لا تترك إيران يعني بمخططاتها الاستراتيجية وبما تقوم به من زعزعة للأمن والاستقرار المنطقة، لا تترك يعني وحدها، ويجب أن يكون على لما تقوم به يعني في مواجهة ما تقوم به
مواقف عربية معلنة، ومصر والبحرين وطبعا بطبيعة الحال المملكة العربية السعودية ومنظومة الدول من التعاون أطلقت مؤخرا يعني مبادرة أمن الخليج، ونحن في دول مجلس التعاون ننظر إلى أمن الخليج دائما، لأن أمن الخليج هي وحدة واحدة لا تتجزأ، وبالتالي دعم مصر مقدر جدا في هذا الملف المهم. وهذا الملف طبعا يعني نحن نطرحه لحماية مقدرات المنطقة ولضمان أمنها واستقرارها ومستقبل طبعا أبنائها. طب دكتور علي، موقع حضرتك كنائب أول رئيس مجلس النواب البحريني، بالتأكيد التنسيق والعلاقات على مستوى القادة على مستوى القمة ده شيء مطلوب، لكن على مستوى الشعوب أو العلاقات البرلمانية، طبيعة هذه العلاقات ما بين البلدين وإزاي ننميها ونعززها في المرحلة اللي جاية؟ يعني نفتخر في مملكة البحرين بأن لنا علاقات متميزة جدا مع البرلمانات العربية، ولنا علاقة يعني متميزة أكثر كذلك مع مجلس الشعب المصري. هناك طبعا لجنة صداقة على مستوى المجلسين التشريعيين، وهناك زيارات متبادلة، ويمكن أيضا كذلك وجود كذلك البرلمان العربي، اجتماعات البرلمان العربي في القاهرة على الدوام يعني تسمح لنا أو تتيح لنا فرصة أن نلتقي كذلك، ليس فقط البرلمانات العربية ولكن كذلك أثناء على هامش تلك الزيارات أن نلتقي بالبرلمانيين المصريين ونتباحث معهم في القضايا ذات الاهتمام المشترك. يعني مما لا شك فيه أن مواقفنا كذلك على المستوى البرلمانات الدولية يعني متطابقة في مواجهة ملفات كثيرة، في مواجهة على سبيل المثال ملف الإرهاب الدولي، تبنينا ملفات مواقف مشتركة فيما يتعلق بالنازحين، تبنينا ملفات مشتركة فيما يتعلق بالأمن الإلكتروني مؤخرا في اجتماعات الاتحاد البرلماني الدولي التي عقدت في بنغلاديش مؤخرا الشهر الماضي. يعني مواقفنا مع مصر، وأتصور بأن ليس فقط البحرين ولكن منظومة دول مجلس التعاون دائما ما تتكامل حتى تشريعيا مع الوفود البرلمانية المصرية في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، ويمكن البرلمان الدولي يعني يمكن من أهم البرلمانات التي تشهد هذا النوع من التعاون في تقديم المقترحات، في تقديم المشاريع، في التصويت عليها، في تبني وجهات نظر يعني تكاد تكون متطابقة في مواجهة يعني. وده شيء مطلوب ومهم في ظل التحديات والأزمات اللي بنتعامل معاها. كل الشكر لحضرتك دكتور علي العرادي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب البحريني.